السائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ نعم، لا مانع أن تذبح المرأة، وقد ذبحت جارية شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن المرأة داخلة في أهل الإسلام، والله يقول: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما ذكيتم يا أهل الإسلام. فلا مانع أن تذبح المرأة، بارك الله فيكم.